دفعت النتائج الإيجابية المحققة في مجال زراعة البطاطس بباتنا، وخاصة تجربة الإنتاج النوعي المبكر لهذا المحصول، مسؤولي القطاع إلى التفكير بجدية لإدماج المناطق الجنوبية للولاية. ويرى بعض فلاحي المنطقة أن العامل المشجع في نشاطهم الجديد كون الفارق الزمني الموجود بين منتوج ولاية باتنا وباقي الولايات الأخرى، والذي يمتد من شهر إلى 45 يوما، يجعلهم يمولون السوق المحلية وحتى الوطنية بالبطاطس خارج أوقات إنتاجها بالمناطق الأخرى من الوطن. ولتحقيق الأهداف المسطرة في هذا المجال، يراهن المسؤولون المحليون على عدة عوامل، منها تعميم استعمال السقي المقتصد للمياه، وتعميم استعمال فضلات الدواجن التي أثبتت نجاعتها في ولايات أخرى، إلى جانب إدخال المكننة عبر مختلف مراحل المسار التقني الأساسية، إذ بلغت المساحة المزروعة سنوياً لحد الآن حسب مصالح مديرية الفلاحة أكثر من 2500 هكتار بنوعيها الموسمي وما بعد الموسمي. أما النتائج المحققة من حيث المنتوج فتجاوزت الضعف، أي أن المردود انتقل من 129 قنطاراً في الهكتار الواحد موسم 2005-2009 إلى 270 قنطاراً في الهكتار الواحد خلال سنة 2012، مع وجود مزارعين تجاوزوا سقف 500 قنطار في الهكتار ببعض الأماكن. ويلاحظ في الآونة الأخيرة بأن هذه الشعبة أصبحت تستقطب بباتنا ليس اهتمام الفلاحين فحسب، وإنما شباب وأشخاص من خارج قطاع الفلاحة، مثل السيد محمد زلاجي الذي يروي لنا تجربته وكيف تحول إلى زراعة البطاطس مؤخرا بعد أن كانت له تجربة سابقة في التعليم ولا في البناء. بالنسبة للعمل تاع الرسمي، أظن كنت أستاذ في ثانوية، وبعد مدة يعني تخليت على هذا المنصب هذا وانتهزت مهنة المقاولة. الحمد لله كانت لباس، ثم بعد أصبحت لنا عندنا مشكل في العامل، في اليد العاملة أصبحت ناقصة لدرجة كبيرة بالبزاف، طبعا بالإضافة إلى نوع ما شكل الإدارة. جات لي فكرة للفلاحة على أملي أنني نستعمل كل وسائل الحديثة، مثلا من جرار ووسائلها وكذا، يعني نقص من يد العاملة. طبعا في الحقيقة هذين عندي حوالي 6 عمال أو 7 مأمنين، لحد الآن مأمنين والخدمة ما كانش، يعني على كل حال راني خدمت في الفلاحة، يعني الشيء راهو صاير كذا. والتجربة لحد الآن تبدو لي راهي ناجحة، وبحول الله راح نستمر فيها بعد ما ندير كل الوسائل الفلاحة.